نحن قلنا 8 ايام بالشارع، صح؟ قلنا 7 ليالي النبطيه من اول يوم نبطية. حراك عم تتحرك في عالم، نحن عم بيقولوا عننا حدا في عالم وسفرات عم بتوزع لنا اكل، امياتنا وستاتنا عم يطبخوا بالبيوت، عم بنعبل اللبن بأنان البيبسي البلاستيك وأنان الميراندا وننزلهم للشعب، عم نعمل لحم بعجين وناكل بالليل، نسوانك فرومان ونسوان النبطية عم يعملوا عصاجات مناقيش كرمال يطعموا سوار بدنا نسميهم، لأنه هيدي ثورة ثورتنا إلنا. بس اللي بيحزن إنه رئيس جمهوريتنا رئيس الجمهورية اللبنانية لهلأ لفاق على شعبه بعد 8 أيام لفكر يحكي مع شعبه، ما عليه في ببلاد تانية إذا انقطعت الكهرباء 5 دقايق بيطلعوا بيعتذروا من الشعب، حاطيلنا الجيش اللبناني بوجنا، ما هو أهلنا، نحن عم ندافع عنكم كرمال انتم ما ينخصم من معاشاتكم، نحن لما نشوف جيش عم يبكي دموعنا بتنزل، نحن منبكي ومنتوجع لما نشوف الجيش واقف هيك، في 10 أيام مش عم يروحوا على بيوتهم، 20 ساعة بالنهار، الأكل ما عم يوصلهم، عم يوصلكم أكل، لك احنا عم نموت لأنه ما عم فيكم تاخذوا أكل منا، نحن كيف رافضين أجريكم؟ انتم شو انتم الجيش اللي عم يدافع عننا؟ انتوا اللي لازم معاشاتكم تكون ما حدا عم ياخدها، لا وزير ولا نائب ولا سفير ولا حدا، انتوا يلي ما بيطلع لكم اجازه سنويه، انتوا يلي نسوانكم قاعده بالبيوت، انتوا يلي ولادكم ما بتشوفكم، لك يا عيب شو مع الشعب، يا عيب شو مع الشعب اللي قاعد ببيته، نحن عم نقدم اجازات وننزل، ما بدنا نقبضهم، ما بدنا نقبضهم، يا عيب شو على السياسيه، رئيس الجمهوريه 8 أيام لفاق انه عنده شعب، لك هيدا الجيش اللبناني انت كنت قاضه، كنت قاضه انت للجيش اللبناني، يا عيب الشوم عليك. باقيين بالشارع.